السلام عليكم. ده الفيديو الثاني في طريقة توصيل الـ IP phones أو SIP phones على الباناسونيك KNS500. احنا كنا عرضنا سلايس زي وقلنا إن لما يكون أنا بركب سنترال NS500 عند عميل عنده نتورك اوريدي موجودة، فأنا ممكن أستخدم النتورك الموجودة عنده إن أنا أوصل عليها تليفونات IP من غير ما أعمل شبكة جديدة للتليفونات بالشكل ده، لأن أنا هستخدم كل عدة IP فيها سويتش تو بورت، فهاخد الـ RJ45 اللي متوصل بيه البي سي أو اللابتوب وأدخله أو أوصله على العدة الـ IP، ومنها هاخد من المخرج التاني أرجع تاني على البي سي، وهما هيبقوا extensions في الحالة دي واخدين أرقام على السنترال. كمان طبعا زي ما قلنا احنا ممكن الـ IP soft phone application يبقى extension على السنترال. وقلنا اننا بلجأ لتركيب الـ IP phones لما يكون عايز احط تليفونات في branch بعيد عن المركز الرئيسي ومش محتاج سنترال لوحده، فبحط عليه بحط عنده عدد IP وبوصلها على السنترال، بتاخد أرقام داخلية على السنترال وبيكلموا بعض على طول باعتبار إن هما كلهم extensions على سنترال واحد. وقلنا إن الأساس في استخدام الـ Voice over IP function أو features على السنترال NS500 نركب الـ DSV card على السنترال، وإن أوصل السنترال باللان الموجودة على سويتش الموجود في المكان أو إن كان في سويتش جديد معمول خصيصا لشبكة التليفونات. وقلنا إن كارت الـ DSV بيركب داخل الكابينة في الجزء ده هنا، وأنا ممكن أركب 2 كارت DSV على السنترال NS500 أو معظم الـ IP PBX عموما الموجودين عندنا. دلوقتي احنا هنروح على السنترال نفسه NS500 وهنفتح فايل موجود اوريدي عندنا، وهنشوف ازاي لو انا عايز اعرف او اوصل عدد IP على السنترال هوصلها ازاي. هو المفروض وانا بعمل initial setting للسنترال انا بتطلع لي نفس الشاشة دي اللي انا هشوفها دلوقتي لما اقف هنا على voice over IP property واشوف ال voice over IP extension setting. هنقف عند ال voice over IP property ونختار ال voice over IP extension setting، تفتح لي الشاشة دي نفس الشاشة اللي بتتفتح أثناء الإعدادات الأساسية، بقدر أحدد فيها عدد الـ IP phones اللي أنا هركبها، لكن هنركب 5 تليفونات وهنركب كمان 5 تليفونات SIP phones، وهنختار إن الـ IP terminal registration mode تبقى full automatic، يعني مجرد إن أنا بعمل plug للتليفون الـ IP أو السيف فون على السويتش اللي عليه السنترال دقيقة ما بين دقيقة ودقيقتين بتعرف بياخد رقم وبيشتغل أوتوماتيك. لو أنا اخترت إن الريجستريشن يبقى مانوال يبقى أنا لازم على التليفون أو الـ IP فون أو السيف فون أعمل سيتنج، يعني أحط له الـ IP أدريس اللي هو هياخده وأعرفه السيرفر بتاعه يعني السنترال الـ IP PBX بتاعه اللي هو هيبقى مربوط بيه الـ IP بتاعه ايه، واحط الصب نت ماسك وهكذا. اوكي، لو رحنا بقى من الشاشة الأساسية اللي هي سلوت ورحنا على الـ Virtual Slot، هل هي هو أوتوماتيك بما إني قلت له إن أنا عايز 5 تليفونات سيف فونز، فهو ركب كارت سيف extension 32 كروت virtual بتاعة الـ IP extension أو الـ IP أو SIP extension
اكستنشن 32 بورت، فانا اخترت 5 و5، فهيفتح كارتين او هيشغل كارتين بهذا الشكل. دي الخطوة الاولانية، كويس. طيب انا لما ركبت كارت الدي اس بي على السنترال، المفروض ان انا يعني اشوفه موجود عندي. طبعا انا لو لايف انتراكتيف مع السنترال فهيوريني الشاشة دي بالصورة دي، ان انا مركب دي اس بي سمول، وان انا عندي 61 ريسورس، 61 وحدة ممكن اوزعهم على الفيتشرز المختلفة. المهم ان انا من الشاشة دي بتاعت السيتنج للدي اس بي ريسورسز هلاقيه، عرف نوع الكارت اللي انا ركبته على طول، وكتب لي كمان الموديل بتاعه. طيب ده بالنسبة لكارت دي اس بي لما بركبه على السنترال. طب بالنسبة للاي بي فونز، الاي بي فون ريجستريشن، وانا عملت كده بيفتح لي على طول الاي بي اكستنشن الموجودة، وبتاخد طبعا 121، لان اخر رقم عندي في التليفونات 120. في عندي 4 تليفونات برضو، خلينا نشوفها بسرعة كده شوية. مفروض من 101 لمية واربعة للديجيتال، الاثنين الاساسيين والاثنين الديجيتال اكسترا، 16 اللي بعدهم بيبدأوا من 105 وبينتهوا في 120. بعد كده بيبدأ التليفونات الاي بي، طبعا هيحط 32 تليفون اي بي ويحط بعدهم 32 سب اكستنشن. اي بي اكستنشن خلصوا، يبتدي يحط 32 سب اكستنشن حسب الفيرتشوال كاردز اللي ركبت على السنترال. المفروض لما انا اروح على السلوت واختار الـ Virtual Slot، واختار مثلا الـ IP Extension واقول له Port Property، هيفتح لي التليفونات وهيربط ما بين الـ IP Phone وما بين الـ IP Address بتاعه وبين الـ Mac Address بتاعه. هنشوف صورة لو انا فعلا مركب IP Phone على السنترال. لو انا مركب IP Phone على السنترال، الشاشة هتبقى بهذا الشكل، هيبقى واخد IP address معين، والماك address بتاع التليفون الـ IPT هيبقى موجود عندي هنا في الشاشة، والحالة بتاعته register. ولو أنا interactive مع central هيبان in service ولا out of service، هبقى عارف التليفونات اللي ركبت عندي، وممكن طبعا أدخل وأغير الأرقام بتاعتها. كمان لو أنا حاطط SIP extension برضو هشوف، اقدر اشوفها كسيب اكستنشن، هشوفها بهذا الشكل على الاي بي ادرس بتاعها، وهشوف هي ان سيرفيس ولا اوت اوف سيرفيس. يبقى الموضوع بسيط جدا بالنسبه لتركيب العدد الاي بي، مجرد ان انا بحط كارت الدي اس بي على السنترال وبختار عدد التليفونات، مش لازم من شاشه الفويس اوفر اي بي بروبريتي، لكن ممكن من virtual slot select، وبعدين ممكن delete او add زي ما انا عايز في الكروت، واضيف كمان IP gateway لو انا عايز، عشان لو بربط سنترالات ببعضها في different locations هبقى محتاج IP gateway. طبعا ال DSP card زي ما قلنا بيجي معاه 4 تليفونات IP مفتوحين. بعد كده انا بضيف الاكتيفيشن كي لاكتر، لو انا عايز اكتر من 4 تليفونات اي بي، او عايز سيب فونز سيب اكستنشنز، هيبقى لها طبعا كل انواع الاكتيفيشنز اهي موجودة هنا. ممكن نشوف ايه نوع الاكتيفيشن اللي انا عايزه، او ايه اللي موجود عندي فعلا لو هو سنترال راكب. بعد كده المهم ان تركيب التليفونات الاي بي على السنترال
يستلزم من سنترال يبقى عليه كارت دي اس بي، وانه يكون متوصل على سويتش عشان يبقى التليفونات الاي بي والاي بي بي اكس بتاعي على نفس اللان، وببقى محتاج اعرف كروت على عدد تليفونات الاي بي سواء كانت سيل اكستنشن او اي بي بي تي، وبعدين بختار طريقة الريجستريشن للاي بي فونز. تمام. واذا كنت انا اخترت في الاول هنا انها تبقى فول اوتوماتيك، فانا مش محتاج اعمل اي اعدادات. لو انا اخترت انها مانيوال يبقى انا محتاج بس 3 4 بارامترز احطهم على الاي بي فون او على السيف فون، اللي هم الاي بي اللي هياخدوا التليفون والاي بي اللي موجود عليه السنترال، وطبعا السبنت ماسك، ومفيش اي بارامتر تاني اكتر من كده. ويستحسن دايما نسيبها فول اوتوماتيك، ده افضل كتير. يا رب نكون استفدنا، والتطبيق العملي طبعا افضل وسيلة لتأكيد المعلومة أو للتجربة. أشوفكم على خير، السلام عليكم.